وعن صراع الميليشيات في العراق على الموارد والسلطة، ينضم إلينا عبر الهاتف الناشط السياسي فائز الشاووش. سيد فائز، مرحبا بكم. لنبدأ مما نشرته صحيفة الواشنطن بوست في تقرير لها، تقول إن الميليشيات تتصارع فيما بينها للسيطرة على السلطة والموارد. كيف رأيتم هذا الموضوع سيد فائز؟ يعني نحن قمناها من البدايه وقالوها الاف من المقررين السياسيين والمنظمات الدوليه، وادانت هذه التصرفات لا انسانيه ولا اخلاقيه ولا قانونيه منذ نشوء العمليه السياسيه، ولكن بعد انتهاء المعارك مع تنظيم الدوله يبدو بان هذه الميليشيات ومنها الرئيسيه طبعا بالدرجه الاولى اخذت تتسلط بالاستيلاء على السلطة في وقت لأن الحكومات المتعاقبة وآخرها حكومة عادل عبد المهدي والعبادي لا توجد لها لديها السيطرة على الميليشيات، لأن يعني الميليشيات أصبحت جزء من العملية السياسية من خلال خاصة الانتخابات الأخيرة، وأصبحت جزء من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، بالإضافة إلى أنها مدعومة من دولة قوية وهي إيران جارة العراق. طيب سيد فائز، أيضا الصحيفة نفسها تحدثت أن جهات عليا تحاول توحيد الميليشيات وبالتالي فرض الطابع المركزي على جهتها، تعتقد أنها ستنجح في ذلك؟ ستنجح في توحيد الميليشيات؟ بكل تأكيد ضمن هذه العملية السياسية وهذه الكتل والأحزاب المتناحرة على السلطة والمتناحرة على السيطرة على النفوذ والسيطرة على الأموال العراقية وأموال الشعب العراقي، فبالتالي أخذت هذه الميليشيات هي تسيطر على الملف الأمني والعسكري والسياسي بالعراق، وهي أصبحت أحد السلطة العليا، ولن يتخلص العراق من هذا الباب إلا وأن يكون المجتمع الدولي موحد للخلاص العراق خلاص العراقيين من هذه الميليشيات المدعومة الإيرانية. طيب هناك من يذهب يقول أن صراع الميليشيات في العراق ما هو إلا جزء من الصراع بين شركاء العملية السياسية، ما مدى دقة ذلك سيد فاز؟ يعني بكل تأكيد يعني هو الآن هو منذ نشوء العملية السياسية صراع بين أقطاب العملية السياسية بين الأحزاب والكتل، وعلى رأسها طبعا الأحزاب ذات الارتباط المباشر مع ايران والمدعومه الايرانيه، وبالتالي وبنفس الوقت كل الاحزاب المواليه لايران تمتلك النفوذ وتمتلك الميليشيات، وبالتالي الان اصبح الصراع ما بين الميليشيات المسيطره على الملف العراقي بالكامل على الاستحواذ على السلطه وعلى الاستحواذ على النفوذ وعلى الاستحواذ للسيطره والهيمنه على اموال الشعب العراقي وممتلكاته، وبالتالي تبقى هذه الامور شائعه وتبقى هذه الامور مستمره ما دام وجود عمليه سياسيه وما دام وجود تواطؤ من المجتمع الدولي ومن الجامعه العربيه ومنظمه التعاون الاسلامي. اما ما يدور الان في تقارير منظمات دوليه، المنظمات الدوليه تثبت الخروقات للميليشيات وتثبت الميليشيات على المجتمع الدولي. طيب سيد فائز، تعتقد أن الحكومة الحالية حكومة عادل عبد المهدي قادرة على ردع الميليشيات في الصراع القائم فيما بينها؟ تعتقد أن الحكومة لديها القدرة في ذلك؟ حكومة عبد المهدي أو الحكومات التي سبقتها على الميليشيات، لأن الميليشيات هي السلطة العليا باعتبارها مؤسسة هي تبقي وجود حتى وزارة الدفاع وجود حتى حكومة في العراق. يعني هذه الميليشيات تتطلب لأن هي الجهة أكثر بواسطة إيران في الصراع. طيب سيد فائز، هذا الصراع كيف سينعكس من وجهة نظركم على حياة المواطن العراقي الذي لا ناقة ولا جمل في هذا الصراع؟ بكل تأكيد الشعب العراقي يبقى يعاني في ظل وجود هذه الحكومات وهذه الميليشيات المسيطرة على العراق، وبالتالي سيبقى العراق ضعيف اقتصاديا، ضعيف معنويا، ضعيف امنيا، وبالتالي لن يتم استقرار بالعراق، لن يحصل استقرار بالعراق ما دام هذه الموجوده هذه الميليشيات هي المسيطره على الملف الامني والسياسي بالعراق. الناشط السياسي فائز الشاووش، شكرا جزيلا لكم.